السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية النهاردة أقول لكم كلمتين. أول حاجة بهدي أمي، إهداء لأمي، بهديها حياتي كلها مش يوم في السنة. إحنا أول حاجة بمناسبة موضوع عيد الأم ده، إحنا كده بنقلد الغرب. الغرب أصلا أولادهم منشقين عنهم، يعني الولد أو البنت لما يكمل 16 سنة بينفصل عن أمه وعن أبوه وبيعيش لوحده، ففي عندهم جفاء. فعملوا عيد الأم ده عشان خاطر الأولاد تزورهم في اليوم ده. فإحنا عندنا الترابط الأسري الحمد لله، ولادنا بيبقوا موجودين في حضننا. أنا بيحزنني في اليوم ده اللي بيسموه عيد الأم إن في أولاد يتامى، ربنا يهون عليهم لما بيسمعوا الأغاني بتاعت عيد الأم، أو إن طفل جاب له أمه هدية. هما بيحزنوا جدا. حتى في ناس كبار يعني برضو بلاقيهم يعني في حزن شديد، منزلين بوستات على الفيسبوك من هذه النوعية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. انا عن نفسي لما بسمع اغنية ست الحبايب يا حبيبي بتأثر جدا، مع اني والدتي عايشة ربنا يخليها لي يا رب ويحفظها لي، وربنا يرحم كل ام توفت يا رب. فاحنا عايزين نبقى ماشيين على يعني نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فاحنا إن شاء الله كده نمشي زي ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى في بر. احنا ربنا شرع لنا البر في الإسلام، فاحنا لازم نكون برين بأهلنا في كل وقت مش في يوم في السنة. فايه حكاية الأعياد دي اللي كل شوية عيد؟ عيد الفالنتين، عيد الأم، عيد يعني احنا زي ما احنا عارفين ان احنا لينا عيدين بس. وممكن يكون حد ظروفه مش سامحة انه يجيب هدية في اليوم ده. فاحنا لو في بر في طول السنة، في اي وقت هنجيب لها هدية في الوقت اللي احنا نكون معانا فلوس فيه. فممكن يكون في حد ظروفه تعبانة معهوش فلوس، يبقى محرج انه ما يجيبش لأمه في هذا اليوم. فربنا يا رب يسعدكم ويسعد اوقاتكم ويحفظ لكم امهاتكم يا رب، واللي امه توفت ربنا يرحمها يا رب. وانتوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الانسان لما بيموت بينقطع عمله الا من 3، ومنهم ابن صالح يدعو له. فاي حد يعني امه توفت او ابوه توفى ما ينساش الدعاء ليهم، ما يفتكرهمش بس في اليوم ده. فانت ادعوا لهم طول السنة، وربنا يا رب يرحمهم، واللي أمه عايشة ربنا يخليها له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.